الحدث مع أحمد القماطي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. حالة من الترقب والإنصات على مختلف المستويات للزخم الكبير الذي تبديها الدبلوماسية الغربية على الساحة الليبية. زيارات لمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، غسان سلامة جيئة وذهابة سباقا لديسمبر، موعد انتهاء الرئاسي المحتضر. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوغيا يصل إلى ليبيا، وبعده بساعات وصل وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي، وقبلهما بأيام وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. الجميع منفتح على تعديل الاتفاق السياسي، لكن الشكل النهائي لطبيعة الحل وتفاصيله لم تختم. أهلا بكم مشاهدين. إذا نتحدث في حلقة اليوم برنامج الحدث على هذه الزيارات المكثفة التي يقوم بها يعني وزراء أوروبيين رفيعي المستوى وشخصيات سياسية أيضا أوروبية رفيعة المستوى إلى ليبيا، وأيضا السيناريوهات المطروحة لتعديل الاتفاق السياسي في المرحلة القادمة. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة هنا في الاستوديو، دكتور فرج نجم الأكاديمي والباحث، وأيضا الكاتب الأستاذ أحمد الحسين التهامي، وينضم إلي أيضا وأرحب بدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام السابق، ينضم إلي عبر سكايب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. كما ينضم إلي أيضا بعد قليل عدد آخر من الضيوف حال جهوز الاتصالات بهم. دكتور فرج نجم، أبدأ معك بداية ورحب بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. هذه الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، إلى ما تؤشر؟ تؤشر بأن القيادة العامة المتمثلة في المشير خليفة حفتر أصبح رقما صعبا في العملية السياسية، إلى جانب أنه أحدث تغييرا على الساحة وخاصة الجغرافيا السياسية في ليبيا، إنه أيضا لديه نفوذ واسع ليس فقط في برقة ولكن يمتد إلى الآن الجنوب وغرب البلاد، أجزاء من غرب البلاد. أيضا بأن الحل ممكن على أن يكون حلا أمنيا بقدر ما هو سياسيا، لما لهذه المؤسسة العسكرية من مكانة ودور تلعبه في إحلال السلام في هذا البلد، ووجود فرجة من هذا النفق الذي أدخلنا فيه هؤلاء الساسة. أنتقل الآن إلى الأستاذ أحمد الحسين التهامي الكاتب، ضيفي عبر الأقمار الصناعية. أستاذ أحمد، أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد، وكل عام وأنت بخير والأخوة المشاهدين. كيف ترى هذا الزخم الذي تبديها الدبلوماسية الأوروبية في التعاطي مع ملف الأزمة السياسية الليبية في الآونة الأخيرة أستاذ أحمد؟ والله أنا أقول لك في بالنسبة لي في القراءة في مشكلة، يعني لأن مجيئهم هو علامة كويسة، وفي معنى أن في حراك وفي في عمل سياسي يجري، لكن طبعا في أيضا مؤشرات أخرى تقود في اتجاه مخالف. يعني مثلا تصريحات المندوب الأممي غسان سلامة تقول أن علينا أن نجري مصالحات بين المناطق في ليبيا، لأن انتظار المصالحة
الأساسية والكبيرة قد يتأخر. من ناحية أخرى اليوم الوسط ناشر تقرير نقلا عن لا ريبوبليكا الإيطالية يقول أن الزيارة لخليفة للمشير القائد العام كلها ضمن حساب العلاقة المصرية الإيطالية وليس ضمن حساب العلاقة الليبية الإيطالية. وطبعا مع أن مجيء وزير الداخلية في حد ذاته ومش وزير خارجية وزير داخلية هذا في حد ذاته علامة على أن الطليان بدوا يفهموا أن في ليبيا في مشكلة أمنية وأن المعني بهذه المشكلة المفروض يكون حد أمني مش سياسيين. يعني قلت لك هي الإشارات متناقضة ما زال لم تتضح بعد يعني. طيب أيضا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عندما زار ليبيا التقى بكافة الأطراف الفاعلة في الملف الليبي وأيضا فيما يتعلق بوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أيضا زار شرق البلاد وغربه واتصل بكافة الأطراف الفاعلة في الملف الليبي. لكن حتى الآن لا يوجد أي تصور من قبل هذه الدول لشكل الحل المحتمل في الملف الليبي أستاذ أحمد. والله هو هذه مسألة صعبة طبعا هم حيكونوا عباقرة لو قدمونا شكل الحل الآن يعني في مشكلة فعلا مش شكل الحل اللي ممكن تحطه في ليبيا يعني أو تحل به الأزمة الليبية. الأزمة الليبية هي أزمة وجود الدولة، هل ستبقى الدولة الليبية أم ستنهار؟ فبالتالي القول أن هناك حل جاهز وسريع وواضح وملامحه ليست غامضة هذا في حد ذاته كذوبة يعني لا يوجد. لكن زي ما قلت لك مجرد الحراك إن في حركة هذا يدل على أن الغرب عنده مشكلة يبي يحلها. وأنا نقدر أنها واحدة من المشاكل الرئيسية اللي باينة على الأقل في تصريحات الوزيرين الفرنسي والإيطالي على الأقل لا مسألة الهجرة مش حتى هو مش مهتم حتى بشنو يصير في ليبيا لكن يبي على الأقل يلتقي بالأطراف الليبية بش يعرف شنو تفكر في موضوع الهجرة هل يقدر يحصل منها على وعود أن يساعدوه في موضوع الهجرة. والفرنسي يبدو أنه حتى هو نفسه يعني الزيارة الفرنسية نفسها لما تفكر فيها تلقاها أن زيارة بين قوسين مرحرحة بالتعبير الليبي يعني يهدرز في مصراته براحته ويقابل رجال أعمال ويعدهم بمشاريع مش باين فيها شغل سياسة كامل في كأنه واحد ماشي يدهور ويشوف الأجواء شنو وبعدين بيرد عرفت في نوع من الحراك السياسي لكن يبدو أنه لن تكون له نتائج سريعة يعني أو قريبة. أرحب الآن بالدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام السابق ضيفي عبر سكايب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية. دكتور أهلا بك. السلام عليكم مساء الخير دكتور أحمد مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. الدبلوماسية الأوروبية تكثف من مجهوداتها وزيارات لمسؤولين أوروبيين إلى ليبيا في الأيام القليلة الماضية هذا الزخم الأوروبي أو زخم الدبلوماسية الأوروبية في التعاطي مع الأزمة السياسية الليبية إلى ما يؤشر دكتور؟ لازم نرجع نتفكر أن كل من يأتي سياسي من خارج دول أخرى هو أولا يخدم بمصلحته الشخصية كسياسي داخل بلده أولا وثانيا يخدم في مصلحة بلده من ناحية سياسة خارجية ليس ما يأتيش ليبيا من ناحية ينظر لأنه هو يحل مشكلة الليبيين مش هذه القضية الأولى اللي هي في ذهنه. هو طبعا يريد أن يعني يخلق ويعطي صورة للمتتبعين سياسيا داخليا في بلده أنه هو رجل سياسي ودولي ويحل مشاكل العالم وذهب لليبيا وله رؤية وله فكرة وقام بواجب من ناحية يعني كسياسية داخلية من ناحية لخدمة بلده في السياسة الخارجية أنه هو دعم مصلحتها ل يعني ترسيخ نفوذها مقارنة ومنافسة للدول الأخرى مثلا بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها كلهم يتنافسوا على مش إنهم يتنافسوا على أموال الشعب الليبي ولا ثرواته ولكن يتنافسوا على النفوذ الدولي. فلهذا يجب أن احنا كليبيين يجب أن لا نكترث الكثير بما يفعله السياسيين الدوليين وأن المهم لو أردنا حل مشكلتنا الحل المشكلة هي في الليبيين
والحقيقة يعني من تجربتي في المؤتمر الوطني، تجربتي متعاملة مع السفراء المجتمع الدولي، أن نقولها بكل صراحة وكل واقع، أن المجتمع الدولي في بعض الأحيان الحقيقة أكثر حرصا على مصلحة ليبيا أكثر من نحن اللي من الليبيين يسموا بأنفسهم رجال دولة والسياسيين ومنتخبين. يعني لما كانت الأمور مؤشرة إلى أن ليبيا ذاهبة للهاوية كما قالها البعض، كان الكثير من أعضاء المؤتمر وغيرهم من النخبة لا يكترف بالكامل بما كنا نقوله، يقوله بعض الليبيين من ناحية الخطر قادم من ناحية الاقتصادي ومن ناحية خطر الميليشيات وكلها. وكان المجتمع بعض يعني كثير من السفراء والمجتمع الدولي يراها. في نفس الوقت داخل قبعة المؤتمر كان الصراع على أنك أنت تقلع كثير من أعضاء المؤتمر أن في قضية، في كارثة ستحدث في ليبيا، إن كان الكثير منهم يستهزأ في الموضوع يعني ويتفحى بالكامل أن الميليشيات وعدم سيطرة الدولة على مؤسساتها وكلام هذا، أن يعني نفرد قصة واحدة من الوقائع كانت في المؤتمر. كنت نتناقش مع زميل في المؤتمر على أساس أن هذه في بداية 2013، كنت أحاول نقنع أن لابد من برنامج لإنهاء الميليشيات، فاشمعز مني الحقيقة، قال لي أنت يعني تكبر المشكلة أكثر من وقتها، قال لي القضية هذه تنحل بالوقت، قال لي هذا اللي شاب بندقة يعني كلامه، يعني هذا هيبلد منها بعد 6 سنوات. يعني حاولت نقنع الزميل أن اللي ماتت بندقة هو شاب ما عنداش عمل وما عنداش وسيلة، والآن البندقة أعطاته قوة، كيف تتوقع منه أنه هو يسلم هذه القوة بعد 6 سنوات؟ وبعدين 6 سنوات مدة طويلة في حياة الشعب الليبي، أنه هو تحت سيطرة الميليشيات واقتصادها يتدمر. هذا كان في 2013. أنا أؤكد لكم أن زميلي هذا في المؤتمر اللي كنت متناقش أنا وياه ولم أستطيع أن نقنعه، هو موجود في مجلس الدولة، يعتمد في مجلس الدولة الآن من ضمن الأعضاء الذين دمروا ليبيا. للأسف الشديد يعني بدل من هؤلاء الأعضاء اللي دمروا ليبيا واستمروا في تدميرها، يعني يذهبوا إلى بيوتهم ويتركوا مجلس النواب يستلم السلطة كما اختار الشعب الليبي، رجعوا واستولوا على السلطة بقوة الميليشيات، ورأينا الكثير من النخبة ما يسمى بالنخبة السياسية تعترف بهم كمؤتمر. يعني كارثة أخرى، احنا نخرجهم من السلطة ونسلم السلطة، ونتمنى أنه هو يكون في برنامج لإعادة هيبة سيادة الدولة الليبية وأمنها، وبعدين يجينا النخبة السياسية عن طريق التسخيرات وغيرها وتدمر هذا البرنامج وتردنا في المرحلة الأولى، وتخرج أعضاء المؤتمر اللي مثلنا وغيرنا اللي كنا نحاربه بالقضاء على الميليشيات وتمكين الدولة على جنب، ويقعدوا السادة هذوما ومن معاهم في مجلس النواب يتحكموا في مصير الشعب الليبي ويذهبون به للهاوية مرة أخرى، ويذهبوا جولة من الحوارات وجولة من الحوارات وغيرها، وكل جولة تأتي بمجموعة من اللصوص صراخ المال العام يتطاروا على المناصب الوهمية ولسرقة اختلاف المال العام، وهذا ما نراه. طيب يعني ابقى معي دكتور، سوف أعود إليك، لكن نعم سوف نكمل الحديث في هذه الجزئيات وفي غيرها، لكن اسمح لي أن أعود إلى ضيفي في الاستوديو أيضا دكتور فرج نجم. دكتور، إذن زيارات مكثفة لمسؤولين أوروبيين إلى ليبيا في الآونة الأخيرة، هل تعتقد أن هناك تنافس بين الدول الأوروبية على الملف الليبي أو الظفر بالكعكة الليبية واستباق الاتفاق السياسي المحتمل، أم أن هناك اتفاق على شكل الحل المنتظر؟ لا، واضح هو هنالك تنافس جلي وواضح للعيان، خاصة ما بين إيطاليا وفرنسا. نعم. أنا شخصيا
من شهر تقريبا شهر ونصف كنت في بروكسل ولمست ذلك عن قرب في الاتحاد الأوروبي. الإيطاليون يعتقدون بأنهم حق من غيرهم في التعامل مع ليبيا نظرا للروابط التاريخية، للقرب الجغرافي، للمشاكل التي تمس إيطاليا من ليبيا مباشرة، إلى جانب لا ننسى بأن إيطاليا هي أكبر شريك تجاري لليبيا، وبالتالي إيطاليا ترى نفسها هي بين ظفرين الوصية على المشاكل والملف الليبي في أوروبا. طبعا إيطاليا شريكها بالتحديد يوجد في الغرب الليبي، خاصة ما بين مصراتة وطرابلس. فرنسا دخلت على الخط قبل ذلك وهي شريك للقيادة العامة أو للجيش، خاصة في حربه على الإرهاب، وبالتالي ترى نفسها حتى هي محقة بأن تظفر بهذا الملف. فرنسا لها تواجد، لها مصالح في جنوب الصحراء خاصة في هذه الدول الأفريقية، وبالتالي وجودها في ليبيا مهم جدا. أيضا تمسح وتقرأ جيدا ماذا يحدث مع هذه الجماعات الراديكالية في ليبيا، لأنها هي تعاني من الإرهاب أيضا في مدنها وقراها، وبالتالي تريد تعرف معرفة جيدة كيف تتنفس وتتحرك وتتكاثر ومن ثم تضرب هذه الجماعات. وطبعا الجيش الليبي كان من أكثر القوة على الأرض في التعامل مع هكذا عدو، إذن التنافس جلي. لكن ما لم أفهمه حتى هذه اللحظة هو الدور البريطاني. بريطانيا دورها عجيب جدا. بريطانيا لا أدري سفيرها أين يريد أن يصل بالمصالح البريطانية إن وجدت في ليبيا. الرجل على الأقل من وجهة نظر أهل برقة يلعب في دورا مشبوها. إيطاليا كانت واضحة وكانت جلية. إيطاليا الآن على مدى اليومين أو الثلاثة اللي مضن تغيرت. ما تعتقد أنه في تغير في الموقف الإيطالي ترجم ربما في الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إلى الرجمة؟ أعتقد إيطاليا وصلتها الرسالة بأن في شريحة كبيرة جدا ومهمة في المعادلة الليبية غير راضية عن تصرفاتها، خاصة مع هذا المجلس الرئاسي الذي يعاني من الشرعية والدستورية وأيضا الامتداد على الجغرافيا الليبية. فبالتالي وجدت نفسها في مأزق، هل تستمر فقط مع هذا الحليف الذي قد لا يكون بعد 17 ديسمبر، أم ستتعامل مع حقائق جغرافية أخرى المتمثلة في القوات المسلحة على الأرض. وبالتالي أعتقد أن إيطاليا غيرت من نهجها. ما رشحها عن زيارة ماركو تينيتي بالأمس إلى الرجمة أمور عدة، يعني مثلا الآن الإيطاليون يريدون أن يدرسون الخطة المقدمة من قبل القوات المسلحة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية والخرق الأمني الكبير والميزانية التي وضعت. الطليان تكلم عليها 5 مليار، المشير تكلم عليها 20 مليار. الآن يريدون أن يدرسوا هذه الخطة، يريدون أن يروا مدى جدوى تطبيقها، كيف يكونوا شركاء فيها، من سيعينهم على دفع هذه الفاتورة الكبيرة. الأمر الثاني، شرحوا دور سفنهم وقواربهم التي دخلت المياه الإقليمية، ومن ثم الاتفاقية التي عقدوها مع حكومة السراج. أيضا وضحوا بأن العلاقة هي مع الدولة وليست مع فريق واحد من الفرقاء الليبيون. فبالتالي الطليان يحاولون الآن يتموضعوا من جديد، ولعلنا يعني في إيطاليا شعرت أنها تراهن على الطرف الخاسر في ليبيا وانحيازها لطرف الميليشيات أو المجلس الرئاسي، الآن تغير موقفها وتحاول أن تقترب من الجيش، هذا ما فهمه من حديثك. إيطاليا الآن يوجد ضغوطات داخل إيطاليا، خاصة في الصحافة وفي
في البرلمان أو في حتى في الكونغرس. رأينا مثلا عندما تحدثت بعض الصحف الإيطالية على دفع رشا إلى ميليشيات لإيقاف الهجرة وذكروا أسماء في صبراتا وغيرها وإن نفتها الحكومة الإيطالية. أيضا إيطاليا تشعر بأنها ليست بالضرورة تراهن على الحصان الخاسر ولكنها لا تريد أن تراهن على الحصان الوحيد داخل هذه المعادلة الليبية، لأن ليبيا لا يوجد فيها فقط السراج ومجلس الرئاسي، ولكن توجد قوة حية متحركة على الأرض متمثلة في القوات المسلحة، ولكن أيضا الشرعية البرلمان وأيضا القوة الحية على الأرض. فبالتالي تريد أن تحدث نوع من التوازن في التعامل مع القضية الليبية، لأن هذا يمس ويؤثر على الأمن القومي الإيطالي. فبالتالي من مصلحة إيطاليا أن تكون على قدم المساواة مع الجميع وتحاول أن تصل إلى حلول تكون مرضية للجميع، لأن هذه الحلول وهذه الاتفاقيات التي وضعتها إيطاليا ماذا سيحدث لها بعد 17 ديسمبر إذا ما غاب المجلس الرئاسي؟ وهنالك كلام جدي على إنهاء دور هذا المجلس الرئاسي مع 17 ديسمبر، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ أعود الآن إلى الأستاذ أحمد الحسين التهامي. أستاذ أحمد، من الحديث أو انطلاقا من الحديث الذي تفضل به الأستاذ الدكتور فرج نجم الآن عن الدور الإيطالي أو موقف الحكومة الإيطالية من الأزمة السياسية الليبية، هل تشعر أنت أيضا أن هناك تغيرا واضحا في السياسة الإيطالية تجاه ليبيا، وما هي الأسباب برأيك؟ هو طبعا أكيد في تغيير يعني والتغيير أنا ممكن قلته من قبل يعني أن الدول الأوروبية كلها دول بين قوسين يعني يشبه حالها حال البرلمان الليبي، دول خائرة الإرادة، دول عندها أزمات اقتصادية ومالية كثيرة وما عندهاش استعداد تبادر لأي شيء لا مفيد لها هي. إذا الهجرة تهددها وهي مش قادرة تدير شيء وتنتظر أن أطراف ليبية تدعمها وتساعدها وتقدم لها، خذ هذا يخوض المقياس هذا أن هم عندهم مشكلة ومشكلة حادة جدا وينتظروا فينا نحن اللي عندنا مشكلة في الدولة أصلا أن نحن نساعدوهم، فممكن تأخذ هذا مقياس. لكن خليني بس نفصل أنا المواقف الثلاث. الوزير الخارجية البريطاني ما كانش جاي لمهمة بين قوسين بريطانية خالصة حسب ما أنا شفت التصريحات اللي قالها بعد ما روح، تعني أنه هو ماشي أو مروح يطمن في المجموعة اللي هو مرتبط بها الإسلام السياسي، يقول لهم إحنا أنا ضاملكم أن المشير ممكن في أي لحظة يخلع البدلة العسكرية ويلبس البدلة المدنية ويتقدم الانتخابات، هذه حاجة، وبالتالي علاش تعيطوا انتم يعني اهدوا. هذه الرساله البريطانيه. الوزير الداخليه الايطالي جاي يشرح موقف بلده بالنسبه للمشير القائد العام، يعني يشرح بلد مشكله بلده وانه جايب رساله خطيه من الرئيس اللي بالتاكيد حيكون فيها شرح لشن اتوقع يعني ان شنو هي مشكله ايطاليا مع الهجره، وانه هو يبوا يحلوا المشكله وانه ما عندهم مش 20 مليار، انسى هذه وهم يعني منين بيجيبوهم، ولا حيلقوا دولة حتى تدعمهم يعني. هذه حاجة. بالنسبة للفرنسي كان في أزمة لاحت بعد توقيع الاتفاق متاع باريس، فكان لازم هو مار في المنطقة العربية، هو مشال الخليج ومشال أكثر من مكان آخر، أنه أيضا يمر في ليبيا ويشوف الأطراف اللي هي بين قوسين بانت كأنها مستبعدة. لكن تعال شوف أنت بعد الاستقالة، وهذا اللي نحن فشلنا فيه في مناطق سيطرة القيادة العامة شرقا وغربا، يعني ان احنا ما قدرناش نقولوا للعالم ان السراج راهو طرف. السراج ما هوش وحايد يا ناس، السراج طرف بدليلنا تواهو المجبري قاعد في بنغازي والاسود قاعد في بنغازي والقطراني قاعد في بنغازي والسراج يحكم، ما عندهش مشكل يحكم مع من؟ يحكم مع الطرف الاخر لوحده، السراج والطرف الاخر. نحن مش قاعدين، الجهات التي تخضع للقيادة العامة ليست ممثلة في هذا المجلس الرئاسي، ومع ذلك هذا المجلس الرئاسي كل يوم اختام ويوقع ويعين ويحط ويشيل هذا ما لم نستطع أن نقوله بوضوح للعالم الخارجي، ما لم نقوله باللغة الإنجليزية على الأقل، ولم نقوله في القاهرة ولم نقوله في أي مكان آخر، كان يجب أن نقوله بوضوح. السراج ليس محايدا، السراج ليس رئيس حكومة محايدة، السراج هو ممثل الطرف الآخر. طيب
وهذا مسؤولية من عندما نتحدث عن فشل في إيضاح هذه الرؤية التي تفضلت بها الآن؟ من يتحمل مسؤولية هذا الفشل تحديدا أستاذ أحمد؟ بالدرجة الأولى مجلس النواب. كان على مجلس النواب أن يقيم في القاهرة، قلت لكم كلام هذا من قبل، كان على مجلس النواب أن يقيم في القاهرة لكي يعلن للناس أنه مش راضي بالاتفاق وأنه مش حيوقع، وأنه كان بيوقع لازم زي الناس تقعد الحكومة تنتظر إلى أن تأخذ ثقة باش تعدي تمارس مهام عملها، مش تمارس مهام عملها وبعدين يقول تعال يا مجلس النواب وقع لي على الثقة. هذه حاجة. الحاجة الأخرى في هيئة الإعلام الخارجي، شنو اشتغلت شنو دارت في حكومة في وزارة خارجية في الحكومة المؤقتة، شنو اشتغلن هذين شنو دارن يا راجل؟ حتى الرجل اللي كان عنده شوية أداء مميز إبراهيم الدباشي قاعد في تونس مش في البيضة، جيبوه في البيضة بارك ينفع الحكومة وينفع الوزارة الخارجية يفيدها على الأقل. طيب بالعودة إلى الموقف الغربي وتعاطي الدبلوماسية الأوروبية مع ملف الأزمة السياسية الليبية، تعتقد أن الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين مختلفون تجاه رؤيتهم للحل في ليبيا، أم أنهم يسيرون فعلا كما يحاولون إظهار ذلك عبر تصريحات سفراءهم أو حتى وزراء الخارجية وزراء خارجيتهم أنهم موحدوا الرؤية تجاه الأزمة السياسية الليبية؟ إذا قريت تصريحات الوزيرين الإيطالي والفرنسي فهم موحدون خلاص، يعني هذه مسألة منتهية. الوزير الإيطالي قال إنه هو جاي عشان يناقش موضوع الهجرة وأن موضوع الهجرة مشكلة، والفرنسي قال أيضا إنه هو جاي يناقش أيضا في موضوع الهجرة مش بس الاتفاق السياسي. بالتالي هم موحدون إن عندهم مشكلة اسمها الهجرة بيحلوها، والفرنسيين واخذينها في عين الاعتبار ومش ناسيينها وجايين يقولوا الكلام هذا للأطراف الليبية. أنا بس ملاحظتي إن إحنا بنبالغ في 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 رؤية هؤلاء، يعني إحنا موقفنا منهم رايح أشبه بموقف الشعوب البدائية من الإنسان الأبيض أول ما شفته إنه هو اللي حيحل لنا مشاكلنا. نحن إذا قدمنا وحلينا مشاكلنا بطريقتنا أيا كانت طريقتنا ما فيش داعي النقش، هم سيلحقوا بنا وسيوافقون على ما نفعله، خور الإرادة متاعهم باين واضح. هذه ما دول ديمقراطية، حيراجوا أمتى يجتمع مجلس النواب متاعهم، أمتى يناقش مش عارف إيش، أمتى حكومة الأغلبية متاعهم يصير منها. هذه الدول الأوروبية أوروبا الغربية بالذات هي دول خائرة الإرادة. إذا لا يمكن أبدا لا يمكن البتة تعويل على موقف الدول الغربية لإيجاد حلول أو الضغط حتى باتجاه تفكيك تعقيدات الأزمة طريقة السياسية. التعامل معهم يا دكتور أحمد أن تتقدم أنت إلى الأمام ثم يلحقوا بك هم لكي يؤيدوك أو يقبلوا ما تفعله، لا تستطيع أن تنتظرهم لكي يقرروا لك. وهذا ربما يمكن أن ندلل عليه أيضا من موقف إيطاليا من الجيش أستاذ أحمد. بالضبط. هذه قصة مناسبة، هذه خذوها درسوها. اليومين الأولات عنتريات إيطالية فاضية ونحن نضربه ونحن نقتله ونحن نديره ونحن نقصفه بالطيران، وبعدين وزير خارجيتهم يهرول لكي يوضح ويعتذر داخليا. يعني ما دول ما 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 بين قوسين مش قادرة تحل مشكلتها. شوف مشكلتهم هم لقائمة توا أنسانا، نحن اعتبرنا مش قاعدين، عندهم مشكلة هجرة مش قادرين يحلوها ويطلبوا منا نحن اللي ما عندناش دولة أن نحل لهم مشكلتهم. فتخيل شنو هذيمين. أنت قدم ودير ما تقدر تديره، إذا عندنا قدرة بكرة الجيش يدخل طرابلس يدخل، وخليهم هم بعدين يشوفوا شن ممكن يقبلوا إذا يقدر، يعني ما قدرش نفرض عليه أنه يتقدم وخلاص. إذا الجيش يقدر يدخل درنا بكرة أنا نقول لا أدخل، لأن هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الحل الذي يعيد الدولة الليبية إلى قوتها. أما أي حل آخر زي اللي يحكي عليه اليوم مثلا غسان سلامة، فهذا تقعد عاد انت طيب تراجي نسخة من أخرى من لبنان أو نسخة أخرى من العراق أو نسخة أخرى من الصومال، اختار عاد. نعم، أعود للدكتور عبد المنعم اليسير. دكتور، زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي التي أعقبت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدغيو إلى ليبيا بساعات فقط، تدلل على تنافس محموم بين هاتين الدولتين على الملف الليبي، أم أنك تعتقد أن الدول الأوروبية موحدت الرؤية تجاه ليبيا؟ لا ما في شك أن في تنافس، هذا التنافس موجود يعني وطبيعي من ناحية أنهم هم متفقين على بعض الأشياء، طبعا متفقين، لكن في نقطة مهمة أريد أن أذكرها، أن في الواقع ما يقولونه في وهذا معروف للجميع في الإعلام وفي الواجهة شيء، وما يريد وما يعني يتمنوا شيء آخر. خلينا نقولها بصراحة من ناحية يعني أحد يعني تواصل جانبي مع الأطراف
غربية بطرق شخصية بعيدة عن الـ عن الـ الرسميات. يقول لك بحرف الواحد يتمنى أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر أن تسيطر على الوضع في ليبيا وتنتهي القضية. يتمنى ذلك لكن ما يقدروش يقولوه في الإعلام، لأن وحتى غسان سلامة نفس الشيء. وظيفته أنه هو يأتي من ناحية أنه هو يتعاون مع جميع الأطراف ولا يستطيع أنه ينحاز إلى طرف وغيرها، لكن القضية في ملعب الليبيين. لو والقضية في وجهة نظري ترجع لمجلس النواب. لو مجلس النواب كان متماسك وما فيش أعطاء تم شراهم واللعب بهم، راهو ما صار شكل. راهو الموضوع الاعتراف بموضوع تسخيرات الهزيلة هذا اللي دخلنا ردنا في نقطة الصفر، هي تم الآن في مأزق معها مرة ثانية مع المجتمع الدولي. لو في كان مجلس النواب أعضاء كانوا يفهموا وياهو خطورة العمل هذا، أراهم تماسكوا مع بعضهم وتمسكوا بالشرعية اللي أعطاه لهم الشعب الليبي، مش مشوبعوها في التسخيرات. لو تمسكوا بها ورفضوا موضوع الحوار الحل اللي جاء فيه اليوم هذا انتع مجلس رياسي يرجع لطرابلس نعمل تحت الميليشيات، راهم وصلناش لهالمرحلة. لو وقفوا يعني تماسكوا مع بعضهم ووقفوا مع الثوابت ومكنوا القوات المسلحة الليبية عطوها الشرعية بالكامل وعطوها عملوا عقد معها على أساس أن يعني أن فيه توافق وفيه ربط لإعادة هيبة السيادة الدولة الليبية وتمسكوا بالبرنامج الدستوري، راهم احناش في الحالة هذه. المشكلة ترجع لمجلس النواب وأعضاء مجلس النواب اللي باع القضية، هذه المشكلة. لو هم هذوم الأعضاء ما قبلوش في المجموعة اللي جت مترة المؤتمر الوطني العام وطلعوا وجوب المسودة نتاعهم وجابوا مجلس رياسي في تسعة واللعبة اللي عملوها هذه والآن احنا حاصلين فيها، لا هم مش حاصلين، مش ننتظروا في حل من وزير خارجية بريطاني ولا غيره. راهو في قوات مسلحة راهو دعمت شرعيا وتمكنت من السيطرة على وهذا الحل الوحيد، ما فيش غيره. المجتمع الدولي كله يتمنى أن هذا الحل. القوات المسلحة والمجلس الأمنية والشرطة تعيد السيطرة الأمنية على ليبيا وتنتهي القضية، مع ذلك كلها مهزلة وكلها ضياع وقت وكلها حوار ثاني وماشيين السفراء والوزراء وكلهم هذوما عايشوا لأن هذا عملهم. لابد أن يظهر نفسه أنه هو قائم بالواجب، وكيف يجي وزير الخارجية بريطاني ويجي الفرنساوي هو الإيطالي ما يجيش، لازم يمشي ولازم يوري نفسه أنه هو هذه طبعا قضيتهم أن ليبيا أقرب ليهم ونفوذهم وغيرها وكل الكلام هذا في جو. إحنا المفروض ما ننتظرش الحل المجتمع الدولي اللي دوخ ليان تسخيرات، أراهم مجموعة الحوار اللي مشت غد واللي وصلنا في الحالة اللي فيها. نعم. بعض أعضاء الدبلوماسيين السياسيين في المجتمع الدولي رؤيتهم لليبيا أكثر يعني وضوحا من كثير من ما يسمى من النخبة الليبية اللي هي تخلط في الأوراق وتجيب في تنافس على المصالح ولا على المناصب الوهمية ولا مال الشعب الليبي. أنا أرجع للثوابت. الثوابت أنه هو لابد من إعادة وهيبة قيادة الدولة الليبية. مجلس النواب يتحمل المسؤولية التاريخية الشرعية اللي يدفع فيها الشعب الليبي، لابد أن يتفق على أعضاء مجلس النواب المتخاذلين اللي تعاونوا مع المهزلة هذه أنهم يرجعوا ويتماسكوا ويعطي الشرعية كاملة ويكونوا واقفين وراء شرعية القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطة لإعادة هيبة السيادة الدولة الليبية قبل وسلم السلطة عن طريق انتخابات على ذلك. هذه مهمتهم التاريخية. أما ينتظروا في وزير خارجية بريطاني وإيطالي وغيرها يجيهم ويقولوا لهم كيف تنحل المشكلة الليبية، هذه أكثر مهزلة تاريخية في العالم الحقيقة. لأن هذه حكومات تتسالى، هذه وظائف. يجي الحكومة البريطانية الآن يجي انتخابها، يجي وزير خارجية وزير رئيس وزراء بريطاني ثاني وزير خارجية بريطاني ثاني ويجي ويذهب إلى ليبيا ويلاقي هذا ويلاقي ذلك، وإحنا قاعدين في نفس الدوامة.
أنا الحل في إيد الليبيين. أتمنى أن أغلبية الشعب الليبي يقف أمام القوات وراء القوات المسلحة الليبية وقواتها والشرطة والأمن من جميع الأجهزة، وأن جميع أفراد القوات المسلحة يرجعوا إلى عملهم تحت قيادة العامة القوات المسلحة الليبية، والشرطة ترجع إلى تحت قيادة موحدة وزارة داخلية تابعة لمجلس النواب وجميع الأجهزة الأمنية. لو يرجعوا كلهم تنتهي قضية ليبيا، تنتهي المعذرة اللي فيها احنا اليوم. أعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور فرج نجم. دكتور، إذا نتحدث الآن على هذه الزيارات التي يقوم بها المسؤولين الأوروبيين إلى ليبيا، نتحدث على زيارة وزير الداخلية الإيطالي، وزير الخارجية الفرنسي، وقبلها أيضا وزير الخارجية البريطاني إلى ليبيا، هل تعتقد أن هذه الدول تؤمن أن المجلس الرئاسي ينتهي في ديسمبر القادم، لذلك تصعد من تحركاتها أو تكثف من مجهوداتها من أجل الوصول إلى حل قبل هذا التاريخ؟ أنا أعتقد جازما أن لا يهمها إذ ينتهي المجلس الرئاسي ب 17 ديسمبر أو يستمر الأمر راجع للليبيين أنفسهم، هم الذين من سيقرر. ولكن كما تفضل الدكتور عبد المنعم هو محق في هذا، أن هذه الدول تهم مصالحها، وأيضا ليبيا يعني يجب أن توضع في حجمها في دائرة مصالح. عندما تدخل الخارجية البريطانية وترى طاولة التخطيط، أعتقد ليبيا تحتل جزء صغير جدا مقارنة مع مثلا العراق أو إيرلندا أو قصة فلسطين وإسرائيل، لبنان، أفغانستان مثلا توجد لها قوات هنالك، فليبيا لا تمتلك هذا الحيز الكبير. لكن نحن طبعا لأن زامر الحيلة يطرب فلا نهتم بأمورنا ولا ننتبه إلى من شخص الداء الليبي بالدرجة الأولى، ونعتقد أفضل من شخص الداء الليبي هو القوات المسلحة، لأن الداء الليبي هو لدينا عصابات مارقة إرهابية لا تؤمن بالدولة المدنية، وعليه يجب استئصالها إذا ما أردنا حياة كريمة ودولة مدنية ديمقراطية للجميع. وبالتالي هذه الدول ستلعب كرة مع هؤلاء المعوقين لما ننشده من دولة مدنية ديمقراطية. وبالتالي بريطانيا حتى فرنسا التي نشترك نحن وإياها في هم واحد وهو مكافحة الإرهاب، لا يهمها كثيرا هل ستكون ليبيا دولة مدنية ديمقراطية في المستقبل القريب ولا. إيطاليا تختلف، لأن بالنسبة لإيطاليا أهمية ليبيا بالنسبة لها تقع في غرب البلاد، لأن مر غرب البلاد هو مصدر إزعاج لها من حيث الهجرة الشرعية تأتي إليها غادي. الشرق أو برقة لديها مصالح، شوية نفط، ممكن الشركات الإيطالية سترى في بنغازي على وجه التحديد فرص عمل، فرص عقود من حيث الإعمار وما إلى ذلك. سوى ذلك لا أعتقد هذه الدول ترى في ليبيا من أهمية من حيث التاريخ الذي نتحدث عنه، فبالتالي لا يهمها كثيرا هذا أمر. أعتقد أنه شأن ليبي أكثر من أي شيء ثاني آخر. طيب نتوقف الآن وأستاذنكم ضيوفي الكرام مشاهدينا، نتوقف مع فاصل من ثم يتجدد اللقاء، تفضل بالبقاء معنا.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث هنا في الاستوديو، دكتور فرج نجم الأكاديمي والباحث، وأيضا الأستاذ أحمد الحسين التهامي الكاتب، والدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام السابق. أنتقل مجددا إلى الأستاذ أحمد الحسين التهامي. أستاذ أحمد، إذن اجتماعات فيما يتعلق بحل الأزمة السياسية الليبية سوف تجري في برازيفيل في الأيام القليلة الماضية، وهنا دور كبير للاتحاد الأفريقي، لكن هذه الرؤية أو هذا الخط لحل الأزمة يمكن أن نعول عليه برأيك أم لا؟ والله شو نقول لك، هو الأطراف اللي ماشي البرازيفيل هي سبقا التقت من قبل، يعني عبد الرحمن السويحلي وعقيلة صالح سبق والتقوا في إيطاليا على ما أعتقد، على ما أذكر يعني. صحيح. وقيل ان طبعا انا سمعت ان المشير ما مشاش يعني، والسراج والمشير التقوا في فرنسا، فما مش عارف شنو تضيف يعني. اليوم غسان سلامه كان عنده تصريح حتى هو ملفت للنظر، يقول لك ان كثره المسارات اللي تشتغل على المساله الليبيه لن تؤدي الى حل المساله بسرعه بل ستعطلها، وهذا يدلك انه هو نفسه بدا ييأس يعني. هذا علاش يحكي على انه والله هاي نجيبوا كل ملتقتين في جنب بعضهم وندروا لهم مصالحه، هذه ما يقدر يديرها اي شيخ قبيله في ليبيا، عشان حاجتنا الى غسان سلامه او الى الامم المتحده. اي شيخ قبيله تقول له في قبيلتين هنا متعركات ويعدي حزب بيناتهم ويوقع، مش عارف شن حاجتنا في الحاله هذه للامم المتحده يعني. كثره المسارات قد تعبر عن 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 رغبات، عن أماني عند دول كثيرة يعني في جنبنا ووحدانا ومقابلنا في الساحل، ولكنها لا تعبر عن إرادة حقيقية، لا تعبر أن في حد يعني حتى اللي نحن نسموهم حلفاء، حتى فرنسا مثلا اللي نحن نعتبروها حليفة القيادة العامة، هي حليفة طالما أنت عندك معركة ممكن تساعدك فيها، قدم لك معلومات استخبارية كذا، لكن يمشي وزير خارجيتها لبصراتها ما يقولش الكلام هذا، ما يقولش أنا حليف حفتر، يقول أنا جاي نحكي معاكم باش نشوف شن أنتوا تبوا، تعالوا ديروا معنا اتفاقيات اقتصادية، أنتوا يقولون هواجسكم. الأطراف كلها تحاول أن تمر على كل الأطراف اللي في ليبيا وتساويهم بعضهم، يقعد المشير القائد العام للجيش وكأنه يساوي رئيس ميليشيا بالنسبة للغرب، لأن الغرب أو على الأقل الدول هذه اللي هي متورطة في الأزمة الليبية هي نفسها تحولت إلى جزء من اللعبة. هنا في لاعب فرنسي، في لاعب إيطالي، في لاعب إنجليزي، اللعبة الرئيسية لا تجري بين هذه الدول، تجري بين الليبيين أنفسهم، الأحداث الرئيسية تجري بين الليبيين أنفسهم. إذا الليبيين ذهبوا بالكرة إلى 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 الهدف إلى المرمى، فهؤلاء سيلحقون باللاعب الذي يذهب إلى المرمى يعني. طيب أعود الآن لدكتور عبد المنعم اليسير عضو المؤتمر الوطني العام السابق. دكتور، إذن اجتماع في برازيفيل بشأن ليبيا، وأيضا هناك تصريحات لممثل الجامعة العربية في ليبيا طالب بأن يكون للمؤتمر الوطني العام الذي كنت عضوا فيه قبل استقالتك منه، طالب أن يكون هناك دور للمؤتمر في أي حل سياسي منتظر أو محتمل في ليبيا. كيف تعلق على هذا التصريح تحديدا؟ أولا تصحيح معلومة مهمة، أنا لم أستقيل من المؤتمر، المؤتمر انتهت ولايته، هذا الواقع. فأنا تمسكت بالمسؤولية التي كلفت بها عن طريق الانتخابات إلى آخر لحظة، وهي إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، فهذه الشرعية التي يعترف بها. بعد ذلك لا وجود للمؤتمر الوطني. موضوع رجاع المؤتمر الوطني هذا يعني من ضمن التلاعبات السياسية اللي هي الحقيقة مش سياسية، هي تلاعبات من في نفس السياق تدمير هذه الدولة. نصيحتي و يعني كلامي لجميع أعضاء المؤتمر أنهم يتركوا هذا ويذهبوا لبيوت، يرجعوا لأعمالهم، يعني انتهى دورهم. المؤتمر كمؤتمر فشل في إخراج الدولة الليبية في مرحلة انتقالية إلى مقر لمرحلة سلام، فلماذا الإصرار على الرجوع؟ لماذا لم يعترف هذا الجسم بالكامل أنه فشل، بغض النظر على كتلة معينة وغيرها أو شخصية معينة وغيرها،
الكل نعترف بأن احنا فشلنا في يعني القيام بمهمتنا ويعني توصيل الأمانة اللي هي وجبت لنا في الشعب الليبي. لماذا إن نصر على ان نكون موجودين لما تفشل؟ يعني بغض النظر على اي مبرر انت فشلت وانت يعني دخلت البلاد في مرحلة في حرب أهلية وفي أزمة، لماذا تصر على انك تكون موجود؟ يعني اتمنى ان احنا نقدم انفسنا للمحاكمة الحقيقة كل اعضاء المؤتمر للمحاكمة اللي متهم بجرائم حرب واللي متهم باختلاس واللي متهم بغيره ومتهم بتدمير الاعلام الدستوري. كل هذا اتهامات انا المفروض نتحاكموا عليه. مش يرجع المؤتمر الوطني يقرر مصير الشعب الليبي مره اخرى، واتمنى بعد ذلك نحاكم مجلس النواب حتى هو على التخاذل اللي قاموا اي مؤتمر وطني هذا يتكلموا عليه. للاسف الشديد يعني هذا هو سبب المهزله، سبب الكارثه اللي احنا فيها. ونرجع نرجع جميع يعني نفس الاطراف اللي دمرت ليبيا ان نحطها نعطيها مصير ليبيا مره اخرى. لماذا؟ لماذا الاصرار؟ يعني اتمنى من الجميع ان يذهب الى يبحث عن عمل حقيقه يقدمه. يعني فهذا راي من وجهه نظري. اما ما يعمله مندوب الجامعه العربيه ولا الطرف المصري هو الحقيقه مستجيب الى نداء الاعضاء المؤتمر المقاطعين يعني الناس اللي الان تركوا المؤتمر وحاولوا انهم هم يسلموا الشرعيه ولكن وجدوا انفسهم في مازق. ما هو المازق؟ المازق ان احنا يعني ننظر لانفسنا في كل سلمنا مسؤوليه انتخبنا من قبل الشعب الليبي وحاولنا بقدر الامكان التمسك فيها وتمسك بهذه الشرعيه وتسليمها عن طريق يعني الانتخابات في مجلس النواب، وبعد ذلك وخرجنا من المشهد. ولكن القضية أن خروجنا من المشهد السياسي وضعنا في 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 يعني في موقع حقيقة لا يحسب عليه، لأن إذا يعني تركنا المجال إلى عابثين انتحلوا قيمة المؤتمر الوطني وتمكنوا من 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 وجودهم يعني في موضوع التسخيرات هذا في موضوع الحل السياسي و يعني سببوا كوارث اكثر من يعني البعض من الزملاء اللي تمسكوا بشرعيه مجلس النواب وارادوا ان يسلموا السلطه واحترموا تسليم السلطه. يعني في حيره في هذه الايام. الكثير منهم الحقيقه مهجرين، ربما الكثير من الشعب الليبي لا يعلم هذه الحقيقه، ان الكثير من اعضاء المؤتمر الوطني الذين تمسكوا بشرعية مجلس النواب وتسليم السلطة وشرعية الإعلان الدستوري الآن ما زالوا مهجرين من 2014. الكثير منهم خلينا نقولها بصراحة ليس لديهم حتى قوت يومهم. من أجل إيش؟ من أجل أنهم احترموا المسؤولية التي والأمان التي سلم لهم. كيف المسألة؟ أنا وجه السؤال هذا، كيف أعضاء مجلس النواب طردوا بهذا؟ كيف أعضاء مجلس النواب الذين باتوا الأمانة وتعاملتوا مع البرنامج التسخيرات هذا اللي رجعنا المرحلة تنسوا التضحيات أعضاء المؤتمر الذين هم وصلوكم من السلطة؟ ليش وصلوكم من السلطة عن طريق الانتخابات؟ لكي نمنح الشعب الليبي فرصة أخرى لإعادة هيبة السيادة للدولة، ثم تأتوا أنتم وتخونوا الأمانة وتتركوا أعضاء المؤتمر مهاجرين مهاجرين في دول أخرى لا يستطيع حتى الرجوع لبيوتهم، مهددين حياتهم مهددة. يعني هتحاسبوا عليه يوم القيامة هذا العبث الذي قمتم به. طيب فيما يتعلق بالاجتماع الذي سيجري في العاصمة الكونغولية برازافيل بشأن ليبيا، ما الذي تتوقعه منه؟ لا خليني نقولها بالأخير، لا أتوقع أي شيء. كل هذه الاجتماعات وكلها يعني كم خلينا نوصلوا من يعني اعترفوا كم لينا في الاجتماعات هذه؟ كم سنة الآن؟ ما الاجتماعات بادية من 2014 وغيرها وسفراء يمشوا سفراء يجوا واستقبال وتوديع
لازم ننتهي من القضية هذه. لن يحدث أي شيء لا من الجامعة العربية ولا من برازيل ولا من لندن ولا من باريس ولا من أي مكان آخر. لننتهي من هذه الدوامة ونرجع للتوافق. قضيتنا في وضع في مجلس النواب، لو يرجعوا يتمسكوا بالشرعية إلى شيء يؤدي الأمانة، بس فقط يؤدي الأمانة أنهم يتمسكوا بالمهمة أنهم يتلموا إلى انتخابات أخرى ويقفوا أمام وراء القوات المسلحة والليل الزمنية لإعادة هيبة سيطرة الدولة. بس هذا هو ينتهي المازل. أما البرازيل وغيرها لم تصل إلى أي حل، كل المزيد اللي هي تخدر فينا لا أكثر ولا أقل، هي مجرد مخدر. يعني الشعب الليبي، الإنسان المواطن الليبي الآن يتأزم وقاعد عايش في غير كهرباء ومن غير سيولة، وينتظر أمامه ويشوف في بصيص الأمل في أن وزير خارجية بريطاني جيزة والله واحد منتزع الشرعية ماشي لبرازيل بيقابل واحد ثاني انتهت مدة نتاعه. يعني هو سبب المصيبة. هذا اللي يقولوا ماشي بيجتمع مع عجيلة وكان يسمي نفسه رئيس مجلس على الدولة، هو سبب الحرب الأهلية. هذا بيجي حل مشكلة، لن يكون حل طرف حل هذه المشكلة. الحل القضية يرجع للناس اللي آخر من سلم لهم من الشعب الليبي الأمانة يتحمل مسؤوليتها، يرجعوا يتماسكوا ما بينهم يتوحدوا. الهدف هو إرجاع هيبة السيد الدولة الليبية عن طريق القوات المسلحة النظامية والشرطة التي مستعدة أنها تنفذ أوامر. طيب أعود إلى دكتور فرج نجم. دكتور، إذا اجتماع بشأن ليبيا سوف ينعقد في العاصمة الكونغولية برازيفيلا، هل يمكن أن نتوقع منه أي نتائج إيجابية؟ أولا دعني أقول أنا أستغرب وأستهجن للمرة الثانية من السيد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أن يذهب إلى هذا المكان لكي يصافح ثانية يد عبد الرحمن السويحلي. هذا الرجل أحد مهندسي عملية فجر ليبيا الإرهابية، أحد مخربي العملية السياسية في ليبيا، وأيضا أحد المدرجين من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على قائمة الإرهاب. فكيف لنا أن نجلس مع هكذا شخص ونتحاور في شأن ليبيا؟ هذا أمر. الأمر الثاني، يعني في برازيفيل في الكونغو ماذا سيفعلون؟ أفريقيا غارقة في مشاكلها وخاصة الكونغو، لديهم ما لا يمكن حله من مشاكل، ناهيك عن مشكلتنا نحن. وإذا ما قرنت حقيقة مشكلتنا مع المشاكل الأفريقية فأمرنا أسهل مقارنة مع هذه الأفارقة. فأنا لا أتوقع الكثير، وأنا حقيقة أحيي القيادة العامة للجيش المتمثلة في المشير خليفة حفتر الذي رفض أن يذهب إلى هذا المكان، خاصة وهؤلاء المشبوهين. ناهيك طبعا على السيد فايز السراج الذي أيضا لدينا عليه كثير من التحفظات، خاصة في تصرفاته الأخيرة، في انفراده بالسلطة، في تعامله المعيب مع قضايا ليبيا، في توقيعه اتفاقيات قد تمس وتخدش السيادة الليبية مع دول أجنبية وما إلى ذلك من مسلسل المهانات والإهانات التي يقدمها للشعب الليبي. ناهيك على أن مجلسه أيضا لم يدستر بعد. كيف لرجل يذهب شرقا وغربا ويزور أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا ولم يأتي إلى بنغازي؟ يعني الأمر وعلى فكرة هذا الأمر لا يسري فقط على السراج ولكن أيضا على السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي لم يزر بنغازي منذ توليه رئاسة مجلس النواب إلا مرة يتيمة واحدة مكث فيها أقل من ساعة، ويفترض أن ينقل مجلس النواب إلى مقره الدستوري في بنغازي. فالأمر يعني صراحة أنا أستهجنه وأرى فيه استغراب أن يجلسوا مع شخصية مثيرة للجدل كعبد الرحمن السويحلي، هذا الرجل الذي معروف بتخريبه للعملية السياسية برمتها. أريد أن أختم مع الأستاذ أحمد الحسين التهامي. أستاذ أحمد، أفريقيا الغارقة في المجاعات و
الحروب تبحث عن حل الأزمة السياسية الليبية في العاصمة الكونغولية برازيفيل. والله ممكن مفارقات الدار يعني لأن من الصعب أن طبعا أنا لا أعترض على أن أي حد يمشي يعني ما هيش مشكلة، بس ياريت يشيل معاه حد يعرف إنجليزي بيش يقدر يشرح المشكلة يعني شنو هي المشكلة وشنو توقعنا نحن للحلول. أنا هذا اللي قاعد نقول فيه، قاعد نقول أن خطابنا في المناطق الواقعة تحت قيادة الجيش ضعيف سياسيا وضعيف إعلاميا، والمفروض أن بالعكس أنا نقول يمشي وفد كبير حتى للقمة الأفريقية، لكن الوفد هذا يستغل الفرصة لشرح القضية بيش يقول أن نحن عندنا جيش نظامي وقاعد والقائد العام هو قائد العام لهذا الجيش وعين مجلس النواب ومجلس النواب هو آخر مجلس منتخب ومازال ما انتخبش مجلس آخر بعده. هذه القضايا يجب التركيز عليها، إعلامنا اللي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي المفروض يركز الآن مش على تبادل المناكفات الصغيرة مع ميليشيات مصراتة، بالعكس المفروض يركز على أن الصورة اللي قالوا لنا فيها تسعة بش يسهلونا بلع المجلس الرئاسي وتقبله وأن يمشوا علينا في تعبير ليبي ما مش عارف نقوله ولا لا يقوله كرطوه علينا أنه والله فيه تسعة يمثلوا كل المناطق التسعة مش قاعدين هذا مفروض يوميا نحن ما نشتغلوش حاجة إلا نحطه هث في تسعة قعدوا اثنين ولا هم ثلاثة في طيب طرابة. فقط لدي دقيقة واحدة وأعتذر منك، أريد أن أنتقل لدكتور عبد المنعم اليسير. دكتور كلمة ختامية باختصار شديد لو سمحت لي. نفس الكلمة، أنا أولا يعني وجه النداء مرة أخرى لأعضاء مجلس النواب الذين هم غير متمسكين بالثوابت أن يرجعوا للثوابت، هذا حلنا، وأن لجميع أفراد الشعب الليبي أن نتمسك بالثوابت. الحل الخروج من الأزمة هي أن لنا نجر في الخزعبلات، انتخبنا مجلس النواب نتمسك فيه ونتمسك في قرارات الخروج من الأزمة وبعدها نطالب المجلس النواب بإجراء انتخابات فقط ولا نتراجع. اللي بد من السيطرة الأمنية أقف وراء قوات مسلحة الليبية والشرطة وجماعة جديدة ليكون تكون متوحدة يعني تحت الشرعية المنتخبة، أما الخزعبلات الثانية بمجلس رئاسي ومش عارف إيش وكلام هذا ما كلهم كل تصرفاتهم غير قانونية. الأموال التي صرفت كلها يتحاسبوا عليها بجناء على قانون ليبي، ولن يحميهم أي وزير خارجية بريطاني ولا فرنسي ولا غيره، سواء من طال زمان ولا حتى من مصرفي المركزي الأموال اللي تصر اللي تم التصرف فيها بغير شرعية يتحاسبوا عليها، وهناك يعني القانون الليبي ما زال قائم وسوف يحاسبون عليها. نصيحتي أنهم يخرجوا منها الآن. طيب. لأن الدولة الليبية راجعة حتما. دكتور عبد المنعم يسير عضو المؤتمر الوطني العام السابق انضم إلي عبر سكايب من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أشكرك كما أشكر أيضا الأستاذ أحمد الحسين التهامي الكاتب ضيفي عبر الأخبار الصناعية وضيفي في الاستوديو دكتور فرج نجم الأكاديمي والباحث. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الحدث، في الختام تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد القماطي، في أمان الله.